ينتظم 22 لاعب بالإسماعيلي ليلة داخل معسكر مغلق بفندق النادي استعدادا للقائهم المهم مع الجونة في الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية والمحدد موعده الخامسة والنصف مساء 23 فبراير الجاري بإستاد الإسماعيلي وقال أشرف خضر المدير الفني المؤقت للإسماعيلي أن العد التنازلي لمواجهة الجونة بدأ من الأمس، وهناك تركيز لدى أعضاء الفريق لتنفيذ التعليمات الصادرة إليهم، وتدارك الأخطاء التي وقعوا فيها خلال لقائهم السابق أمام بيراميدز الذي خسروه بنتيجة هدف دون رد، وأضاف أن مواجهة الجونة المقبلة ليست سهلة ونعمل لها ألف حساب. لا سيما وان منافسنا يمتلك قوه بشريه لا باس بها يؤدوا كره جماعيه وظهر ذلك جليا في اخر مبارياتهم مع طلائع الجيش التي حسموها بالفوز واحد 0 واشار المدير الفني المؤقت الاسماعيلي ان المدافع محمد هاشم اقترب للحاق بلقاء الجونه بعد ان بذل الجهاز الطبي باشراف الدكتور مجد الباز جهدا كبيرا بتكثيف الجرعات العلاجيه للشفاء من الاصابه بشد بالعضله الاماميه واوضح ان تشكيل الاسماعيلي خلال مباراه الجونه يختلف عن اخر مواجهه امام بيراميدز بنسبه تصل الى 30% لا سيما وان هناك اتجاه للاستعانه بجهود الافواري جام موريل ومحمد الشامي اللذان تعافيا من الاصابه التي لحقت بهما وأكد أن الإسماعيلي لديه أربع لقاءات متتالية مهمة مع الجونة ثم المقصة وفاركو والاتحاد السكندري في الفترة من 23 فبراير الجاري حتى 16 مارس المقبل ولو تخطى الدرويش أحداثهم بنجاح يبتعد فريقنا نهائيا عن المنطقة الخطرة بجدول المسابقة المحليه فضلا عن مباراه دور ال32 بكاس مصر مع بتروجيت